زي ما بنزرع النباتات عن طريق البذرة وبنزرع النباتات عن طريق العقلة، نقدر نزرع النباتات عن طريق الورقة، لكن بنختار ورقة تكون خضراء وتكون ورقة قوية وما يكونش فيها أي أمراض، وبنزرع الورقة في موعد الزراعة المناسب، زي ما في موعد زراعة البذرة في موعد زراعة العقلة وفي موعد لزراعة الورقة، بنزرع الورقة وبنزرع العقلة في نفس القصيص، وهنا أصبح عندي نمو خضري، ولو قلبنا القصيص هنلاقي عندنا النمو الجذري بدأ يخرج من القصيص، هنطلع النباتات من القصيص، عندي مجموع جذري قوي، هقدر أوزع الأوراق دي كل ورقة في قصيص منفصل، ولو حابين نعرف تفاصيل أكتر هنشوف لكل نبتة فيديو خاص بيها على قناة اليوتيوب وعلى صفحة الفيسبوك. زراعة الليمون وزراعة نباتات زينة وزراعة نباتات كتيرة جدا عن طريق الورقة.